قطعات العلاقة بالله شكون ينفعك؟ وخذ معايا كاع الناس الذين تجبروا إما بسلطتهم وسلطانهم كفرعون، أو تجبروا بمالهم كقارون، أو تجبروا بأملاكهم كصاحب الجنتين في سورة الكهف. شنو اللي غادي يقدر ينفعك إذا قطعتي الصلة ديالك بالله عز وجل؟ ولا شيء، ولا شيء. بل اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا، والله ما ينفعك. علاش؟ لأن قطعتي الصلة بالله سبحانه وجل في علاه.